أنتقل معك إلى محور آخر أيضا. هذا الملف اليوم هو حديث للشارع اليمني. سألنا أيضا الشارع اليمني عن قيمة الآن المعالجات الحكومية. نتابع الآراء ونعود لضيفنا الكريم. إدارة الكهرباء في عدن عاجزة عن الرد، لأن هناك ملفات فساد، ملفات أرادت القضاء على الإنسان في هذه المدينة. يعني لا يوجد لديك أي شيء تقدمه للناس، ما الذي تقدر أن تنقله لهم في الإعلام؟ فالقصور من الجوانب الحكومية وعدم وجود أي حلول يجعلهم قاصرين عن تقديم أي مواد أو أي تفاصيل للناس الذي أرهقهم واقع الكهرباء في بلادنا. حل قضية الكهرباء حل نهائي، لأنهم الآن مستفيدين من قضية التوليد التجاري. هؤلاء المسؤولين لا يستطيعون إيجاد حلول جذرية للكهرباء. نطالب الإخوة في الحكومة أن ينظروا إلى تعز بشكل خاص، كونها محرومة من الخدمات والمشاريع خلال فترة العشر سنوات التي مرت، وخصوصا المياه الكهرباء. الأخ العزيز على قلبي رئيس الحكومة الذي أكن له كل الاحترام والتقدير، عليه أن يبحث بمعالجات سريعة، وعليه أن يتابع ملفات الفساد. يكفينا حصار الحوثي الذي نعاني منه كثيراً.